مع بقاء أسعار خام أوبيك تحوم في منطقة 50 دولار للبرميل حتى نهاية العام الجاري، فإن التوقعات بفائض مالي قدره 5 مليار و400 مليون ريال في الموازنة القطرية سيتبخر تلقائيا بل وسيتحول إلى عجز محقق يتراوح بين 20 إلى 24 مليار ريال. بالنظر الى انخفاض اسعار المبيع عن السعر التاشيري للبرميل في الموازنه بنحو 13 دولار و8 سنت وبالتالي تراجع الايرادات البتروليه لما يصل الى 29 مليار ريال والله بشكل عام يعني بتعرف الانخفاض اللي صار سواء باسعار النفط او باسعار اللي الها علاقه باسعار النفط ما كان متوقع يعني هذا الانخفاض الحاد اللي صار ما حدا قسم منا توقع بعض الانخفاض بس مو بهالشكل لنكون صريحين يعني قطر التي حددت سعر برميل النفط في موازنتها التكميلية لغاية العام 2015 ب 65 دولارا للبرميل تدرس خيارات سد العجز المرتقب وقد تجد في إصدار سندات سيادية خيارا جيدا خاصة وأنها أي قطر تمتلك تصنيفا ائتمانيا عاليا ما يمنحها ميزه تفضيليه لجهه اسعار فائده مغريه تستطيع من خلالها ضبط وترشيد الانفاق المقدر بنحو 164 مليار ريال ويجعلها بغنى عن تسييل اي من استثماراتها الخارجيه. من سياسه البنك المركزي اداره السيوله وهذا جزء لا يتجزا من عمليه اصدار السندات والصكوك وفي وقت الان اسعار الفائده في دوله قطر يعني منخفضة ارتأينا أيضا أن الوقت مناسب لإصدار هذه السندات والصكوك ما يزال قطاع الهيدروكربون المتقلب سعريا الممول الرئيسي للموازنة العامة القطرية بإنتاج يومي يصل إلى 600 ألف برميل من النفط و77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً ما يضع الحكومة امام تحديات تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي لتلبيه متطلبات الانفاق الجاري والاستثماري المرتفعه واستكمال المشاريع العملاقه وعلى راسها مشاريع مونديال 2022 ومشاريع النقل كالمترو والقطار والميناء البحري